تقدمن ديس المهلت ترباتي إرمزيني ندن اللقباي اللاجي اسكام أم يوراري الناس محمد عبد السلام طوبال الزاف التغمسة إديار زن سنة 2 الصبحيت أصواتا سكنت حضر الناس المونياكيني وستسين ألعاب كيني غاف ومشواريس غاف الديغنين أيني تشغبن إلا دار ثمن أولى عباكين المهل أماتونا لو ديريكتور جينيرال لاجيسكا مس نسيم بن عبد الرحمن أكو دي غني لاجون وجوارا كي ولي يتبع عندي لو فان أولى عباكين أدن سلي وكويت إي وين دنان ذي تمليلي ثاكين تغمسا عندهم ولا يغاب شريف ملال ذي كرق مضبرون نظن. السلام عليكم ازول في الاول بون بور لو ميركاتو ايفيرنال عندنا البريمير ريبري تاع الميركاتو سي مسيو طوبال محمد سي انترناسيونال ليبيان كي في 35 سيليكسيون اون ايكيب ناسيونال ليبيان الكلوب تاعو افونسي الاتحاد الليبي اليوم راهو معنا في جي اس كاب بور اون ديور دو 3 ans ان شاء الله هي فارامني ان بلوس بور الكلوب و بوكو دو ريوسيت الكلمه لك سي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم نشكركم على الترحيب هذا نشكر نادي الشباب على الترحيب هذا ان شاء الله نكون قد المسؤوليه اللي حطها فيها رئيس النادي والاداره وانصار الشباب وان شاء الله نكون في المستوى وان شاء الله نقدم كل ما عندي مع انصار الشباب ان شاء الله. هل تخطط بالدبراح يعني المشوار واللعبت وين كنت وين قبل الاتحاد؟ بدايتي كانت في فئات سنيه في نادي الاهلي طرابلس الليبي بعدها انتقلت لنادي صد القطري بعدها لنادي الترجي التونسي وبعدها لعبت في بعدها انتقلت لنادي الاتحاد الليبي سنة 2017 انتقلت لنادي سانتا كلارا البرتغالي وبعدها رجعت لنادي الاتحاد وتوا حاليا في الشباب ان شاء الله. محمد كنت متفكر يعني كعقد في الاتحاد كيف الشرايط كيفاش يعني جاتك باش جيت مضيت انا الشباب والله ظروف العقود هذه كلها حكيناها مع نادي الشباب وان شاء الله هذه امور خاصه اداريه شويه يعني كنا نحكي فيها مع الاداره. انت كنت تسمع الشعراء تاع أكيد أكيد الشبيبة من أكبر الأندية الجزائرية وعنده مصاري كبيرة يعني نادي كبير معروف أفريقيا إن شاء الله يكونوا في نادي الشبيبة من لاعبين. وش من المكان اللي تلعب فيه أحسن في الميدان؟ جناح يمين جناح يسار. يمين ويسار؟ اسمه تلعب في الهجوم ولا في وسط لا هجوم. الهجوم ولكن في الاحسن ما قرينا عليك ما طلعنا عليك انت تمام يعني انت تلعب في وسط الميدان هجومي ايسر اللي هو جناح ايمن جناح ايسر ملعب يعني ليس وسط الميدان لا لا متى بدات الاتصال والله حوالي يعني فترة كثيرة يعني فترة 20 يوم أو 25 يوم. كيف تستقبل الاتصال؟ والله أكيد يعني كان استقبال عن طريق وكيلي أو مفتاح الموضوع يعني لي الشرف إني أنت هذه ظلالة الشبيبة يعني نادي زي ما قلت لك نادي كبير ومعروف أفريقيا وليه أنصار كبيرة يعني لي الشرف إني أنت هذه خميس الشبيبة. المفاوضات الحمد لله يعني كانت مفاوضات يعني جيدة ومتساهلة يعني مع رئيس النادي أستاذ شريف يعني الحمد لله يعني ما كانش فيها أي خلاف خلال المفاوضة. ممكن جدا ممكن جدا ناقص جدا عروض من فرق جزائرية أخرى ممكن تقول لنا شحال
والله المقدار تاع التحويل هذا والله كلها يعني حتى سؤال واضح جواب لا مفيش سؤال واضح المفاوضات يعني ما كلها كانت عن طريق الوكيل يعني ما فيش حاجة كانت رسمية عن طريقنا يعني كلها كانت مفاوضات كانت عندي حتى مفاوضات مع عندي تونسية وجزائرية لكن الخيار ممكن تذكر اسماء الفرق الجزائرية خلاص أنا تو مع الشباب وخلاص يعني مش مهم الاسماء بعض وسائل الإعلام خاصة مواقع التواصل الاجتماعي تقول أنه اللاعب عنده إصابة تؤكد الخبر لا تنفي الخبر والله كانت عندي إصابة يعني قديمة شوي من حوالي سنة ونص سنتين درت عملية على الرباط الصليبي ورجعت يعني نلعب عادي ولعبت حتى في المشاركة الأفريقية الأخيرة مع نادي الاتحاد ضد لعبنا ضد الساحل النيجيري وحسنية أكادير يعني ولعبنا ذهاب وإياب وسجلت يعني في الساحل النيجيري. طيب يا زلمة الإصابة لا الحمد لله. مدة الغياب بعد الإصابة ست شهور كان. الأخ محمد يعني لعبت في الكاس الكاف مع الاتحاد طرابلس وهذا ما يسمحلكش باش تلعب الكاس الكاف يعني رابطة الأبطال مع شركة طبيعي واش يعني نفسك واش والله كان أكيد يعني أي لاعب يكون يتمنى أن يشارك أفريقيا خاصة في دوري المجموعات يعني قدر الله ما شاء فعل ان شاء الله تكون المشاركات الجايه ان شاء الله نكون باذن الله متواجد باذن الله ان شاء الله مشاركات مع الشباب محمد انت ما زلت عاقد مع الاتحاد العقد لان بديت معهم سنه بديت العقد في جويا اول العقد في 13 لعبت الدور الافريقي اخر هل يعني العقد مع الاتحاد سقطوا ولما زلت معكم هل يعني العقد شبكه القبائل شرته خلاص فهمت عليك العقد مع نادي الاتحاد يعني خلاص شبه منتهي لان حاليا احنا في ليبيا فتره فراغ يعني ما فيش دوري ولا في حاجه لكن يعني كلها كان بتفاهم مع اداره الشبيبه ويعني باذن الله مشت الامور يعني احسن ما يكون من حوالي العقد ومثل لاعب اخر ليبي لعب في البطوله الجزائريه وفي اتحاد العاصمه اللي هو اللافي هل اتصلت به قبل ان تاخذ القرار بانهاء الشبكه؟ والله الحق مويد لافي يعني صديقي من الطفوله الحقيقة يعني ما اتصلتش به يعني في أخذ قرار يعني نادي شبيبة نادي يعني مش مويد لافي ولا محمد طبال إنه يقول نادي شبيبة نادي كبير ويعني يستحق الانتفاع يعني ليه الشرف زي ما قلت لك أنا نرتدي قميص الشبيبة ومحمد زعبية يعني هو اللي زاد شجعني على الموضوع هذا يعني حكم لاعب سابق في نادي شبيبة وحكاني على كل شيء يعني الحمد لله زعبية اللي كنت لعب معاه في الاتحاد حاليا. ايه زعبية معنا في الاتحاد حاليا. من قبل محمد كان لاعب ليبي ثاني انت هو الثاني لاعب ليبي في الشبيبة. ثالث. ثالث. لا ولكن كان واحد اللي دار بالبصمة تاعه، البصمة مليحة هو عمر داوود. الله يرحمه. هل يعني نراك اليوم كما يرضى الله معطية؟ يعني الثقل تاع تاع الصورة تاع عمر داود اللي خلى البصمة تاعو البصمة تاعو في الشبيبة كيفاش يعني تحاول باش خاطرش انها بصمة ثقيلة والله ان شاء الله ربي يقدرني ونكون عند حسن بن انصار الشبيبة ونخلي حتى انا باذن الله بصمة في الشبيبة ان شاء الله. والله أول حاجة هدف تحقيق بطولة جزائرية والكأس كأس الجزائر يعني وإن شاء الله باقي الفريق يحققوا بطولة أفريقيا لأن هنا مش حنكون مشارك فيها إن شاء الله. أنصار كبيرة إن شاء الله إن شاء الله نكون إن شاء الله نكون قد المسؤولية اللي جات على خاطرها هذه وإن شاء الله نكون أحد
باب فرحة أمطار الشباب إن شاء الله. ممكن كلمة من آخر مناجر في عليها كيف محدد بك؟ وش رأيك هل الأهداء لدولة الشباب؟ محمد يعتبر محمد صباح يعتبر من أبرز المهاجمين الموجودين على الساحة في ليبيا كعنصر أساسي في كان في منتخب ليبيا وفي نادي الاتحاد. محمد كان عنده الرغبة في أنه يكون التجربة الاحترافية في خارج ليبيا ونظر الظروف اللي مثمر بها ليبيا وتوقف النشاط الرياضي في ليبيا. كان في اتصال بيني وبين السيد الشريف بخصوص لاعب مميز يكون بقوة نادي الشبيبة. طبعا تكلمت معه قلت له فيه لاعب محمد الضباط وهي الحمد لله مشت الامور قصدي في اسرع وقت ومشت جيده في الفريق. عمليه التفاوض ما بين اللاعب و متاكد يعني بلي محمد الضباط راح يجيب حاجه جديده يعني ما بعون الله يعني أنا متأكد أن محمد الصفار حيترك سيرة ذاتية قوية في داخل ستوديو أوزو وداخل نادي الشبيبة وداخل الجزائر لأن محمد يترك إمكانيات مجتمع وياها في أسرع وقت أنه يتراكم مع الجو الدوري الجزائري ومن ناحية التحديث وصنعة الأهداف حيكون إضافة قوية مع زملائه في نادي الشبيبة. والأخ محمد علي خطر لعبت في الجزائر ولا لعبت مقابلة في الجزائر؟ الخطرة الأولى؟ لا لعبت مع المنتخب الليبي ضد منتخب الجزائر المحلية. مش من سنة؟ عملوها وسجل هدف مويد لقاء الذهب؟ إيه. شو تسمع كلامك؟ أكيد لكن شعب طيب والله يعني من نطيب الناس اللي شفتها في العالم العربي كله يعني تزوز معنا منطقة عرك موقع تقيم المدينة كيف شفت المدينة؟ والله قلت لك مدينة حلوة يعني وخاصة أننا شعب يعني نطيب الناس وطيب شعب والناس اللي تعاملت معه نشكرهم يعني الناس كلهم على المعاملة هذه. وبعدين الشعب الجزائري مش غريب عليه من ناحية الشعب الليبي الجزائري شعب واحد والشعب الجزائري معروف عليه من الكرم والضيافة و عندنا تجربة كبيرة في السابق لما كنا نادي الشبيبة استقبلناه في ليبيا لعب الجنبي مع الاتحاد ومع نادي طرابلس. زار نادي الشبيبة زار ليبيا في خلال 4 مناسبات كان على رأسهم سيد ناسي والاتحاد حط الرحاب نتاعها في الجزائر وكان استقبال بالمواكب. احنا بين ليبيا والجزائر ماهوش ما فيش اختلاف كثير. نعتبر انفسنا احنا ومحمد يعتبر نفسه في نادي الاتحاد وفي ليبيا وفي طرابلس. معناها مش غريب عليه الاجواء في الزوج ولا في الجزائر. ولهذا الشيخ علي يقول الاخ محمد محتاج لك الجزائر. شكرا لك ما تشكر علي ماكش اجنبي ونتمنى لك النجاح. شكرا بارك الله فيك كلكم مشكورين. محمد من فضلك مش حاب تقل المسؤوليه انه فريق شبيبة طابق انه راح يلعب على فريق جبهه السنه هذه البطوله والكاس وكاس افريقيا وعرفت انت عارف وسمع بانه جمهور شبيبة القبائل يعني يحب الفريق تاعو انه من يكون في عيادة مستقبل جديد لفريق شبيبة القبائل وتقل المسؤوليه. والله تقل المسؤولية هذه يعني أكيد بيتعرض لها أي لاعب. هذه يعني زي ما يقولوا ضريبة اللعب في نادي كبير ضروري يتحمل الثقل هذا لأن الأندية الكبيرة يعني معروفة في العالم كلها تلعب على جميع الجبهات وتحاول أنها تكون في البطولة لها يعني زي ما يقولوا هي الترتيب الأول. شكرا
ان شاء الله يعني نكونوا بيد المسؤولية هذه، مش انا بس كمحمد طبار، يعني جميع زملائي يعني في الفريق ان شاء الله حيكونوا بيد المسؤولية هذه، حاسين اكيد بيتخذ المسؤولية. Non, ça sera pour demain ou après-demain, parce qu'ils sont à G demain, Inch'Allah. Demain, Inch'Allah, donc... والله حاليا خلاص بإذن الله أنا خلال الأيام الجاية عندي حنرجع لليبيا، يعني فترة قصيرة يعني اللي هي حنجهز فيها نفسي غادي من ناحية ملابس وال يعني فترة خمس أيام أو أسبوع، يعني خلي أسبوع إن شاء الله حنرجع ل أعتقد حتى يعني مش فترة طويلة، هي نقص منافسة يعني مدة شهر، يعني خلال فترة التسجيل إن شاء الله حنكون متواجد بإذن الله إن شاء الله. أيضا